السلام عليكم. اليوم راح نضربوا دورة في المارينا الجديدة، مارينا تاع الخليج تاع مدينة الجزائر العاصمة، اللي نشوف نتعرف على الجديد، هل من جديد في بعد ما زرتها. هذه عندها مدة شهرين أو ثلاثة شهور. اليوم نعود نولي ونشوف، كان بعض الأجزاء اللي ما شفناهمش نعاودو نصوروهم. إذن تابعونا، إذا كان فيه ملاحظات راني نبديها إن شاء الله. إذن نعود نرجع إلى المارينا تاع الجزائر العاصمة، وهذا بعد ما نزلت الأمطار، والآن رانا في فصل الشتاء، فيه تغيير يعني مقارنة بآخر جولة اللي درتها في فصل الصيف، أو كان فيه بداية الخريف. الآن رانا في فصل الشتاء، وبعد ما نزلت الأمطار فيه تغيير شوية، بعض التغييرات، وفيه بعض نشوف أكشاك جديدة زادوها، وكذلك فيه اخضرار للمساحات الطبيعية، فيه بعض الاخضرار ديبان، وكذلك فيه إزالة الغبار. كانت الحالة مغبرة، والآن فيه يعني نوعا ما فضاءات، هذه بدأت تظهر أفضل وأجمل من قبل، يعني ما بين يعني فصل الصيف وفصل الشتاء. النهار شوية الحالة مسحبة، نشوف الحالة راهي شوية مسحبة، فيه فترات تاع صفاء وفترات نتاع فترات تاع شويه مظلمه تكون مسحبه، لكن احنا نستمر في التصوير ونشوف انه فيه بعد يعني تحسين بعد ما ازيلت الاتربه والغبار وكذا، فالمنطقة أصبحت أفضل وأجمل. نزيد نروح نشوف مكان اللي ما صورناش من قبل،
راهو بعيد شويه على كل حال، لكن نسيي نوصل ليه باه نصوروه. هذا البيطون هذا لهنايا، البيطون هذا كامل تاع هذا لي بوردور هذو اللي داروهم لازم يبونسيوهم، يديروا لهم بونساج، يديروا لهم بونساج، لابد يديروا لهم بونساج، يولي روعه، يولي روعه، يديروا لهم بونساج.
Par exemple, d'abord,
هل يمكنك ان تكون هناك